ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في بيان أمور يفعلها العامة، منها ما هو شرك ومنها ما هو قريب منه، وبيان حكم الرقى والتمائم. ومن يثق بي ودعة أو نابي أو حلقة أو أعين الذئاب أو خيط أو عضو من النسور أو وتر أو تربة القبور لأي أمر كائن تعلقه وأكله الله إلى ما علقه. ثم الرقى من حمة أو عين، فإن تكن من خالص الوحيين فذاك من هدي النبي وشرعته، وذاك الاختلاف في سنيته. أما الرقى المجهولة المعاني فذاك وسواس من الشيطان. وفيه قد جاء الحديث أن شرك بلا مرية فاحذرنه، إذ كل من يقوله لا يدري لعله يكون محض الكفر، أو هو من سحر اليهود مقتبس على العوام لبسوه فالتبس. فحذرا ثم حذار منه لتعرف الحق وتن عنه. وفي التمائم المعلقات إن تك آيات مبينات فالاختلاف واقع بين السلف، فبعضهم أجازها والبعض كف. وإن تكن مما سوى الوحيين فإنها شرك بغير مين، بل إنها قسيمة الأزلام في البعد عن سيم أولي الإسلام. الدعوة إلى الله هدفنا، والتقنية الحديثة وسيلتنا.